جماعة الاشتراكيين الثوريين نعلن تضامننا التام مع المعتقلين والمحالين الى المحاكمات العسكرية من جماعة الاخوان المسلمين. تحية الى خيرة الشاطر والى الدكتور بشر والى كل المعتقلين داخل الاخوان المسلمين. نحن في ظل نظام ديكتاتوري، نحن في ظل نظام معادي للجماهير الشعبية، نحن في ظل نظام يعادي إضرابات العمال، نحن في ظل نظام يعادي احتجاجات الفلاحين، نحن في ظل نظام العسكر. الجيش المصري هو الذي قمع انتفاضة 18 و 19 يناير. الجيش المصري بكل صراحة ووضوح هو الذي قمع انتفاضة جنود الأمن المركزي سنة 1986. نحن ضد هذا النظام بكامل هيئته وبجميع مؤسساته القمعية من الشرطة والجيش وكافة المؤسسات الفاسدة. الفساد يسري في هذا النظام من قمته إلى رأسه. ولنطرح السؤال بكل صراحة ووضوح، لماذا تضرب جماعة الإخوان المسلمين الآن؟ تضرب جماعة الإخوان المسلمين الآن لأنها أكبر قوة سياسية في الواقع المصري، وبالتالي يتم مركزة كل